بيجي دور المجتمع المدني ومؤسسات التكافل والتضامن وكل الجمعيات الخيريه والمؤسسات الاهليه اللي دورها الطبطبه. يعني ايه الطبطبه؟ اللي هي تقف جنب الفقير والمحتاج واللي عنده حاله عوز خلال هذه الفتره وغير قادر على مجاراه هذه الاسعار المرتفعه للسلع الاساسيه والسلع الغذائيه، يا اما باسعار مناسبه جدا او بكراتين رمضان اللي هي عمل الخير اللي احنا دايما بنترقبه. واحدة من اهم المؤسسات اللي احنا بنعتمد عليها والحقيقة عملها معانا في مصر على مدار سنوات طويلة اكسبها ثقة المواطن المصري وثقتنا كمان في الاعلام، هي طبعا مؤسسة وجمعية الأورمان اللي مشرفني على التليفون مديرها اللواء ممدوح شعبان. مساء الخير يا ممدوح بيه. مساء الخير بحضرتك، ومساء الخير بكل كلمة ايجابية بتقولها، ومساء الخير للاعلام الايجابي اللي حضرتك بتمثله فعلا في كافة الميادين وفي كافة المجالات. اشكرك يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب وزملائنا كلهم في الأورمان بخير ومشكورين على الجهد الرائع اللي بيبذلوه. والله يا فندم كل الأورمان زي ما سيادتك بتقول، وانا بقولش الأورمان بس وكلمات جميل، كل المجتمع المدني كل الجمعيات يدا في يد قلبا في قلب. السيدة وزيرة النظام الاجتماعي بنعمل اجتماعات عشان تنقية قاعدة البيانات. الحمد لله عشان الأورمان وعشان شعب المصري الجميل وعشان كل ايد في مصر بتحس بايد الاخر، احنا الحمد لله والله يا استاذ تامر من 4 أشهر عملنا المناقصات والممارسات، جبنا الاف الاطنان، وبرضه للحق يقال التجار الشرفاء وفوا بعهدهم، ودلوقتي وحضرتك بتكلمني حالا دلوقتي في عشرات الالاف من الكراتين في جميع محافظات جمهورية مصر العربية بالكامل، من حلايب لشلاتين واسوان لغاية مرسى مطروح وفي قلب القاهرة. عملنا عشرات آلاف بسم الله ما شاء الله الحمد لله الكراتين وفي المخازن وبنوزع، والناس قد ايه المتبرعين الشرفاء رجال الأعمال والتجار وكل مصري. في ناس أنا مش عاوز أقول لك في بيتبرع ب50 جنيه الله، بيقول لي مشاركة عشان كرتونة، في ده في كمان ناس عملت ملامح ملحمة جميلة يا أستاذ تامر على أرض مصر الطيبة. طيب ده في واحد في العمارة بتاعته فيها 20 عدى على العمارة جمع من كل عمارة 100 جنيه أو 200 جنيه وقول قد 4000 جنيه تمن 20 كرتونة، قد 3000 جنيه تمن 15 كرتونة. لا ملحمة جميلة، أنا أشكرك عشان حضرتك بتظهر هذه الملحمة الجميلة، بتظهر معنى المصري الجميل. الشكر لربنا أولا وليكم ثانيا، لأنه إحنا بس بننقل هذا الجهد، وأنا عارف إن حلمنا وحلمكم كمان السنة دي عالي، إحنا عايزين نوصل لأكثر من 300-350 ألف كرتونة. الحمد لله طبعا الدال على الخير كفاعله، لا وصلنا يا فندم ل 350 الف كرتونه كأورمان، ومش عاوز اقول ان كل المجتمع المدني وصل ايه، وتحيا مصر وحياه كريمه والقوات المسلحه والشرطه دي، بقول والله العظيم اللي بيحصل على ارض مصر يا فندم ملحمه تدرس. انا عايز كمان ممدوح بيه بخلاف العدد الكبير اللي يعدي يا رب المليون كمان كرتونه، انا عارف ان انتوا حريصين على الوصول بهذه الكراتين وهذه الاطعمه الى ابعد نقطه ممكنه على ارض مصر. ابعد، وكلام سيادتك ادق من الشعره، وحضرتك شاهدا معانا شاهد عيان على كل شيء. صحيح. حلايب وشلاتين، سيوه، الوادي الجديد، مرسى مطروح، مظبوط، اسوان، ادفو، كل مراكز كل قريه كل نجع بنوصل له الى ابعد الحدود، يعني الى ابعد الحدود بنوصل لها بكرتونة الأورمان وكرتونة كل بني ادم، وبنقول له تعالى معانا خد واللي انت، وكمان ان شاء الله في رمضان هنوزع لحوم مع الكراتين. الله، انا معاك يعني، ما شاء الله مش هقوله بقى لحوم للشهر كله عشان اكون صادق، انا بديله ممكن قوي كيس لحمه يقضيه مره مرتين ياكل لحمه مع الكرتون، لكن فضل وعدل ان شاء الله، فضل الحمد لله، فضل وعدل. انا نفسي اديله كل شهر والله. لا اللحمه كتير بتجيب نقرس بعيد عنك، بلاش. القليل منها يكفي، لكن الحمد لله بالنسبه للحاجات الرئيسيه، اذا كان رز، اذا كان مكرونه، اذا كان سكر، اذا كان شاي، اذا كان عدس، اذا كان فول، اذا كان بلح، فانا بديله الصلصه، بديله علبه الصلصه عشان المكرونه، بديله علبه السمنه كيلو ونص عشان يقضي بيها، يعني بنحاول جاهدين على الاقل عشان اكون صادق مع حضرتك. أيوة. من 16 يوم ل 17 يوم ما يفتحش بيته يجيب كده. بسم الله اساسيات الله. البيت بسم الله. اساسيات بسم الله. البيت موجوده عنده يعني ان شاء الله. وطبعا بنهتم جدا، وسيادتك عارف جدا بنهتم جدا بالارمله طبعا والمطلقه والمهجوره. انا عارف ان انتوا عندكم قاعده بيانات ممتازه، فبالتالي احنا مطمنين انه الحاجات اللي بتطلع بتروح فعلا لمن يستحقها. تمام يا فندم كده، وطبعا بالتعاون الدقيق
مع كافه المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعي. وانا بقول الحقيقه فعلا يعني بطمن سيادتك وطمن كل انسان متبرع ان في قاعده بيانات دقيقه دلوقتي في وزاره التضامن هي. كل واحد بياخد بنحرص على حاجتين اتنين: عدم ازدواجيه الاستفاده والاستحقاق للمستفيد. ممتاز. كلنا الجمعيات كلها جمعيات، اذا كانت الجمعيه الشرعيه، اذا كان بنك الطعام، اذا كانت مصر الخير، اذا كان كل جمعيات مصر بحالها الجميله، ايدينا في ايدين بعض وقلبنا مع قلب بعض. طبعا مع تحيا مصر الجميله القويه، مع حياه كريمه اللي اطلقها سياده الرئيس والمبادره الجميله حياه كريمه في كل مكان، القوات المسلحه، شوادر الشرطه. يعني بقول لحضرتك والله بقول لسيادتك زي ما قلت لك اول البرنامج تامر بيه، فعلا دي ملحمه تدرس على ان شعب كله 100 مليون واحد بيتكاتف، ان مفيش واحد ان شاء الله هيبات محتاج حاجه في مصر. يا رب يا رب باذن الله. تحياتي ممدوح بيه، ويجعلكم دايما كأورمان في طليعة قوافل الخير دايما يا رب. شكرا جزيلا. حاجة حلوة ان انت تحس ان طاقة الخير وطاقة الامل وطاقة الحب، شوف الحماس اللي بيتكلم بيه اللي هو ممدوح مدير عام جمعية الأورمان، يحسسك انه يعني البلد دي فيها سر وفيها بركة، رغم الأسمات ورغم الغلاء ورغم الأسعار ورغم، لكن فيها بركة وفيها سر لا يعلم إلا الله، ومحافظ عليها ربنا سبحانه وتعالى، وسيستمر.